على الكرسي ده ولا على الكرسي ده؟ دي معقولة؟ لازم هو اللي وصل. مساء الفل. هو حضرتكم؟ امال احنا جايين نطمن على الصلح ماشي ازاي؟ كله تمام يا فندم. امال يا فندم ده تكتيك؟ تقول يا واد كتكيك؟ تكتيك يعني خطه مرسومه. اهلا وسهلا. اهلا ست الكل. لا لا كتكيتك مرسوم قوي، باين عليك هتفلح النبادي. طبعا يا استاذ طبعا، هنا في مخ مش فارق الجزمه. دلوقتي شوف بعينك. اتفضل اشرب فنجان قهوه على ما يوصل ونطمن. اتفضل. لا لا احنا ما اعرف. اوعى تقعد. ايه اللي اوعى اقعد؟ ايوه لحظه تفرع. ام اسود هي اللي تفرقع دي؟ قصدها الانبوبه. لا لا قصدها عليا انا اللي هفرقع من الغيظ، اصلي مستنيها على نار. دي كتكيتة مولعة قوي. امال واحنا برضو نسيبهم لوحدهم احسن، نستنى اول ما يوصل نمشي على طول. اتفضل. لا 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 ايه دي كتكيتها زادت قوي. ما هو الاحسن طبعا يجي ما الاقيش حد هنا علشان يحصل كلام عتاب. وصل. طب اتفضلوا انتوا بقى علشان ما الاقيكوش هنا. وجب، بس اول ما يستلحوا تدينا خبر على طول. طبعا طبعا يا فندم. لا بس مش من باب ده، من باب المطبخ. ايه الكلام ده؟ دي كتكتها زادت قوي يا باخي. ايه الحكايه؟ مطبخ يعني ايه؟ يا سيدي من باب المطبخ، من باب الحمام، من باب العشاء، مش مهم، المهم نصلح ونخلص. اتفضلوا من هنا. علي النعمه ما انت جاي تصدر يا باشا. انا كم هدي ومال السيمه. قدامي يا شباب. روح انت اوضه النوم استخبى، انا هفتح. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا. ممكن ادخل؟ اوي اوي، ولو انك دخلت خلاص. ارجو انك ما تكسفينيش. ايه دي؟ ابدا. تورتايه بسيطه كده مش قد المهم. متشكره اوي. اتفضل اتفضل اتفضل. ايدك لطيفه اوي اوي اوي. متشكره اوي. نوسه انت مش هتفتحيها؟ هي ايه؟ التورتايه. طبعا طبعا. دي هتعجبك موت. شو التعب ده بس؟ يا ست ان شاء الله ما حد حوش. يا ترى شوكولاته ولا كريمه؟ مش هقولك. ايه؟ افتحي وانت تعرفي.
عليكوا عليك يا رايم. يمكن فيه دهال ان في واحده بره. ناخد كمان كاسين يمكن تخش جوه. طيب اقول لك يا فرافيل مش ضغط تخشي. هي راحت فين؟ دي راحت فين؟ يا اخي ما انت شايفني مش تفتح. ايوه شايفك بس اصلي مش مصدق. تعالي يا اخي تعالي. اوعى اوعى انا الحمار. طب نط نط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه هو كمان كاسين بقى علشان يتهيأ لي ان بطة! افتح يا بطة! بطة! افتح عشان يا بطة! بطة!
تجيبني فين؟ أنا وراك من زمن طويل. طيب عفريت عفريت ايه اللي انا عيالك اللي عمل فيك كده؟ شرطة المهببة. مش معقول ابدا. تصوري حد ساعة ما مسك فيا وعاوز يبوظني بالعافية. مين فتحي؟ لا السكران. وبسك؟ ملحقش، بقيت عمالة اضرب فيه وخايفة اصرخ احسن يسمعني. مين السكران؟ لا فتحي. وبعدين؟ ولا مين؟ اتاري صابونة وقعت على الارض اتزحلقت انا. سمعتني مين؟ عزيزة؟ لا اللي بتستحمى. اه لكن انا بقى كنت فاكرها هي ومستخبية. مين اللي بتستحمى؟ لا عزيزة. اه اول ما افتكرتني جوزها وابتدت تكلمني. مين؟